وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الليبي حظرا للتجوال في كامل مدينة سرت ورأس العنوب وبالطرق الساحلية والفرعية المحيطة بهما، استعدادا لتوجيه ضربات جوية مكثفة للعناصر الإرهابية هناك. من جهتها كذا المتحدث باسم الجيش العقيد الركن أحمد المسماري أن تنظيم الإخوان الإرهابي والقاعدة يتصارعان للسيطرة على طرابلس ومنطقة الهلال النفطي. ولكن قواتكم المسلحة الآن تعاملت مع معطيات جديدة على الأرض، تعاملت مع العدو بشكل مواجهة، وتعاملت مع العدو الذي يحاول أن يقوم بالتفاف ما بعد منطقة العقيلة، وتعاملت كذلك مع الخونة الذين كانوا خلف القوات والذين قاموا ببعض العمليات. هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب كانت تستهدف في أمور دقيقة جدا داخل القيادة العامة، داخل القبائل، داخل المدن، داخل القرى، من أجل تحريك خلايا النائمة، من أجل إعطاء حتى شفرات لتنفيذ أعمال ما. ولكن نحن نعرف أبعاد هذه الإشاعات، نعرف كيف نتعامل معها، ولكن على الشعب الليبي عليهم أن لا يصدقوا كل من ما يروه أو ما يسمعوه، عليهم أن يثقوا في القيادة العامة القوات المسلحة العربية الليبية في البرلمان، لدينا قنوات نثق فيها بشكل كبير جدا، ونحن كل ما لدينا سيبث بشكل عاجل في هذه القنوات.